أن قد أفرد الحج بأن يفسخ هذا الإفراد ويجعل حجه تمتعا ثم يتحلل، ثم في اليوم الثامن يحرم بالحج مرة أخرى. فإذا أشهر الحج ثلاثة، يجوز المسلم أن يحرم في هذا في شهر من هذه الأشهر الثلاثة. هذا هو المقصود من تحديد وقت الإحرام بالحج. فإذا كان مفردا أو كان قارنا لم يسوق الحج وأحرم في أول شوال لم يسوق عفوا الهدي، يظل وجوبا في إحرامه وفي ذلك حرج كبير. أما إذا كان لم يسوق الهدي القارن، إذا كان لم يسوق الهدي فحكمه حكم الحاج الذي أفرد حجه، فلا بد من أن يفسخ الحج إلى عمره. ولذلك كان الأشرع والأيسر إنما حج التمتع، لأنه يبدأ بالعمرة فيتحلل منها في ظرف يوم أو يومين، ثم ينتظر حتى يدخل اليوم الثامن الذي هو يوم التروية وهو الذي قبل عرفات، ففي هذا اليوم يحرم مجددا بالحج بعد أن كان قدم بين يدي هذا الحج العمرة كما هو شأننا اليوم. هذا جواب ما سبق من السؤال. جزاك الله خير. شكرا.